أنا أقولها بصراحة، وزارة الكهرباء تتعرض لحرب عشوائية لتخريب جهود الكهرباء، وبالتالي محاولة للوي ذراع الجهد الحكومي من خلال ملف هو يعتبر بملف بحجم وزارة الكهرباء من شأن أن يقدم الخدمات. وإحنا أبراج وخطوط نقل الطاقة تتعرض لهجمات مرة ممنهجة ومرة واضحة، وربما حتى واضحت المعالم لدى المواطنين. يعني قبل يومين كان هنالك استهداف لخطوط هارثة نجيبية في البصرة بأعمال إطلاقات نار، نزاعات عشائرية تسببت بأن تتضرر خطوط الأربعمية بإطلاقات نار، وكادت المنظومة الجنوبية تنفصل عن الخدمة. جميع محافظات الجنوب، بصرة، ميسان، ذي قرن، واسط، كادت تنفصل عن المنظومة لولا نظام الحماية والبروتكشن اللي عملت به الوزارة، وبالتالي أيضا استنفرت ملاكاتنا للعمل على هذا الخط وحاولت إعادة ورجعها للعمل. بعد يوم من الساعة 3:30 صباحا للساعة 12 الظهر هنالك خطوط انفصلت أيضا بالمنطقة الجنوبية وتحديدا بمحافظة ميسان وواسط. تبين أن هنالك استغلال للشعائر الدينية وتعليق راية من الرايات على خطوط الأربعمية وتعريضها بالأرض، وهذا حقيقة جهد مو مال شخص ما يعرف، تعريضها بالأرض، الأمر الذي انفصلت به أيضا الخطوط وحاولنا إعادتها ورجعها للعمل. يوم أمس واليوم بالتحديد استهداف بمحافظة صلاح الدين بالعبوات الناسفة، بمحافظة كركوك، خطوط الحويجة، شمال سامرة، وأيضا كادت أن تعزل المنطقة الشمالية عن المنظومة. سيد أحمد، يعني سبق وأن هنالك تنسيق ما بين وزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية لحماية منظومات الكهرباء من هكذا اعتداءات، لأنها ليست المرة الأولى، ومع ذلك هنالك تخريب لها، لماذا؟ بصراحة ستي، كنا كوزارة كهرباء قد أعلننا عن خشيتنا من أن تكون هنالك حرب للأبراج في فصل الصيف، وهذا الموضوع لطالما شغل السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مبكرا، وأوصى بأن يسير طيران مسير أو فواش طوارئ، وحتى نصب كاميرات حرارية على مسارات الخطوط أقل تقدير الحاكمة منها والضغط الفائق اللي هي 400 اللي تشكل استراتيجية خطوط رنج للمنظومة، يعني بخروجها تتأثر عموم المنظومة. وبالتالي هنالك جهد أمني، هنالك جهد عسكري، هنالك منافذ استخبارية، هنالك أرقام بذلت لشكاوى تستقبل شكاوى المواطنين عن أي عمليات تخريبية. بس الكلام اليوم عن قريب 23 ألف كيلومتر، ولكن كأنما عادت عمليات استهداف الأبراج مرة أخرى، يعني الفترة اللي فاتت كانت قليلة وبسيطة. طبعا سيدي، أنا أقول السبب الأول هو الإغال بأذى المواطنين، لو ذراع الجهد الحكومي ولا يخلو من شبهات. نطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية بأن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وأن تفتح ملف تحقيقي بهذا. سيدي، مع بدء استقرار درجات الحرارة وخاصة يعني بعد انتهاء شهر آب، هل ممكن أن نشهد زيادة تجهيز الطاقة؟ يعني إحنا إن شاء الله بعد عبورنا عوارض اللي صارت في المنطقة الجنوبية نشهد نوعا ما استقرار ولدينا طاقات توليدية جديدة. يوم أمس بالتحديد ربطت الوحدة الخامسة بمحطة واصل 630 ميجاوات. إن شاء الله بقادم الأيام وحدة ثانية بصلاح الدين 630 ميجاوات، طبعا أنا أتكلم عن 1200 ميجاوات تقريبا. إن شاء الله بقادم الأيام عندنا محطة عكاز، عندنا محطة المسيب ستجهز كامل طاقته، فلدينا طاقات توليدية ستدخل للعمل، مضافة لذلك صاد غسان. هذه إمتى تدخل يعني بالضبط؟ إن شاء الله بقادم الأيام إن شاء الله، ربما بالأسبوع المقبل إن شاء الله بأعلى تقدير ستدخل للعمل. مضاف إلى ذلك جهدنا ما كان منصب على بس زيادة الطاقات، لا، إدخال خطوط نقل لتستوعب تصريف الأحمال المنتجة، كذلك تدعيم لقطاع التوزيع ليواكب زيادة ساعات تجهيز الكهرباء من خلال افتتاح محطات تحويلية ومحطات ثابتة ومتنقلة. طبعا ما عاقنا بالسبب الأكبر وأنا عرضت على جنابكم هو عدم إقرار الموازنة، أثر علينا بشكل كبير، حدد جملة خطتنا اللي كان مفترض نمضي بها بزيادة ساعات تجهيز كبيرة للمواطنين. يعني فقط المخصصات المالية هي التي تنقص وزارة الكهرباء لتحسين مستوى أدائها في الأيام القادمة؟ يعني حاليا نعم، إحنا التحدي الأكبر كان إقرار الموازنة العامة للدولة، عدم إقرارها أثر على جملة خطتنا اللي كان مفترض أن تمضي ومضت بجزئيات. ناهينك عن التحدي الأمني، ينبغي أن يحمل على محمل جد وتستنفر كل الدولة لحماية خطوط وأبراج نقل الطاقة، لأن ربما لاحت حرب الأبراج بالأفق ونخشى من تكرار ما حصل العام الماضي من حرب الأبراج. وبحسب أرقامكم هذا الصيف تجهيزه أكثر كان من الصيف الفائت، أرقام مواطنين سيدي، يعني أرقام مواطنين تحدثوا هنالك، نعم ما لم يكن مثالي، لكن أكو تحسن نسبي بساعات تجهيز الكهرباء. إن شاء الله بالأيام القادمة مقبلين على زيادة، سنزيد حصص المحافظات
سنزيد الخطوط الناقلة التي ستدخل. نعم. وهذا سينعكس، وخذ وعد مني، سينعكس على ساعات تجهيز الكهرباء. نعم. لأن سنصل إلى قرابة 24,000. نعم.